نعمل كوكيز الشوكولاته بالشوكولاته النهارده. مستخدمين كاكاو خام من دليم علشان الوصفه بتاعتنا تطلع حلوه قوي باذن الله. مقاديرنا سهله وبسيطه جدا، بنعمل صنف حلو قوي وفي 10 دقائق او ما بيكملش 10 دقائق. ادام المقادير موجوده قدامنا وجاهزه ما بتاخدش وقت خالص، اهم حاجه حته العجن وان العجنه تريح شويه معانا في الثلاجه ونبدا نشكلها. بس خلوا بالكم ان الكوكيز بيفرش فلازم ان احنا نعمله صغير علشان يطلع مقاسه مظبوط، وهنيجي في الاخر كده طبعا هنزينه بشوكولاته بيضه شوكولاته خام دارك. اللي موجود عندك متاح اشتغلي بيه، اللي عايزه تقدميها ساده كده زي ما انت عايزه. تعالوا بقى نشتغل كده في مقاديرنا بسرعه ونشوف مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه. هنشتغل بالكوبايات وبالجرامات للاثنين اللي عايزين، بس انا اساسيه بشتغل بالكوبايات بصراحه، حتى لو الحاجه او الوصفه فيها جرام بحولها لكم، يعني بوزنها وبرجع احولها للمج بتاعنا اللي هو العادي اللي موجود في كل بيت علشان يسهل عليكم الموضوع شويه. هو نازل عندنا على الشاشه بالجرامات، وهنشتغل وهقوله بالجرام للي عنده ميزان، وهقوله بالكوبايه للي هيشتغل بالكوبايه. عندنا ايه النهارده؟ الصنف بتاعنا اسمه ايه؟ كوكيز الشوكولاته بالشوكولاته. عندنا 2 اصفر بيض، 150 جرام زبده بما يعادل كوبايه زبده، معايا 100 جرام سكر بودر بما يعادل كوبايه الا ربع سكر بودر، معايا كمان معلقه كبيره من الميه، معلقتين كبار كاكاو خام من دريم، نص معلقه صغيره من الفانيليا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع معلقه صغيره قرفه باودر بتديله ريحه حلوه جدا، معايا 50 جرام شوكليت شيبس يعني حوالي ربع كوبايه كده او نص كوبايه، ومعايا كمان 300 جرام دقيق يعني حوالي كوبايتين ونص. 300 يعني كوبايتين 240 و240 لا كده 500 لا يعني هتبقى حوالي كوبايه ونص دقيق. بس هقول لكم على حاجه، ال 300 جرام دقيق دول ممكن ان انا اخدهم كلهم وما اخدهمش كلهم، فمش هعمل مقدار للدقيق. ليه؟ انا على اساس ان انا هحط المقادير بتاعتنا وعلى حسب ما تلم العجينه وتبقى متماسكه في ايدي وابدا ان انا اشكلها بكل سهوله. بصوا هعمل ايه؟ هجيب بوله، بسم الله، بوله او طبق غويط عندي كده، وخلوا بالكم ان انا مستخدمه كاكاو دريم، فممكن كمان اقلل عن الكميه الدقيق اللي انا عايزاها. اول حاجه هعمل ايه؟ عندي ادام في سكر بودره وفي زبده وفي بيض، بنزل بالسكر البودره والزبده الاول، بخلطهم الاول مع بعض وبعد كده انزل بصفار البيض اللي احنا عايزينه. بسم الله الرحمن الرحيم، ما عنديش مضرب كهرباء، ممكن اخلط بايديا عادي ما فيهاش اي مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده انا خلطت الزبده والسكر كويس قوي مع بعض. تمام، هعمل كده. طبعا الزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، وكده كده اصلا انا هحطها في الثلاجه شويه. انا هحط الخليط بتاعنا او العجينه بتاعتنا في الثلاجه شويه. ادي حطينا البيض وادي الفانيليا، عندي ايه تاني؟ وادي رشه القرفه البودر، وهخلط ده كله كده مع بعض. بسم الله، بصوا بقى كده. دلوقتي انا هعمل حاجه حلوه قوي، هروح شايله المضرب بتاعنا ولما حوالينا كده وهشتغل بايدينا. ليه هشتغل بايدينا؟ عشان انا عايزه اشوف ملمس العجينه بايديا هيكون عامل ازاي، لان انا قلت لكم ان انا مش هحط مقدار الدقيق كله. يبقى انا عملت ايه من الاول خالص كده عشان حبايبنا اللي لسه متابعين معانا؟ حطيت الزبده والسكر، ضربتهم كويس قوي مع بعض، ولو ما عنديش مضرب كهرباء اعمل بمضرب يدوي، ما عنديش اعمل بايديا، ربنا يديكم الصحه يا رب. خلطتهم كويس قوي مع بعضيهم، بعد كده رحت حاطه صفار البيض وحاطه كمان الفانيليا، خلطت كله مع بعضه مع رشه القرفه. رشه القرفه مع الكوكيز ده بيديله ريحه حلوه قوي. خلطت بالشكل ده كده، وادي عندي الدقيق اهو، هاخد نص مقداره بس، هاخد نص مقداره علشان احط عليه البيكنج باودر، ولو احتجت زياده هبقى اخد تاني. بسم الله، علشان ممكن العجينه بتاعتي ما تاخدش كل مقدار الدقيق ده. وادي البيكنج باودر، واروح احط عليه ايه كمان؟ احط عليه معلقتين كاكاو دريم. كل مره لما باجي استعمل الكاكاو بتاع دريم بصراحه يعني ببقى حابه البرطمان بتاعهم. بصوا كده، بفضي البرطمان الكيسين في البرطمان وبشيله عندي في المطبخ.
احنا كستات ما بنحبش الزحمة، يعني ايه؟ ما بنحبش الزحمة، يعني مجرد ما العلبة بصراحة بتجيلي بروح ماسكة الكيسين حطاهم في العلبة واروح قافلة الغطا بتاعها واشيلها عندي في المطبخ، بتطلع في منتهى الجمال، ولا بيوصل لها رطوبة ولا حاجة. ما بيوصل لهاش رطوبة ليه؟ علشان العلبة بالصاج بتاعتنا اللي عاملاها دريم الغطا بتاعها بيبقى محكم قوي، ما بيوصل لهاش اي رطوبة. طبعا بحطها في الدرفة اللي هي فيها مثلا السكر وفيها الشاي، ما حطهاش جنب توابل، بتطلع معايا كويسة جدا، والعلبة نفسها بتحافظ على الريحة بتاعت الكاكاو وطعمه. طيب انا كده حطيت نص كمية الدقيق او ثلاث ارباعها، وحطيت البيكنج باودر وادي معلقتين الكاكاو من دريم، وهروح مقلبة كده، وهروح حاطة الخليط ده شوية شوية وانا بخلط مع الزبدة بايديا. حطيت الكمية كلها؟ لا ما حطيتش الكمية كلها. انا بصوا اهو، بصوا العجينة طرية، هروح حاطة شوية كمان كده اهو، نقلب كده لحد العجينة ما تبقى متماسكة في ايديا، وقبل ما اشتغل بيها لو انا مش مستعجلة احطها في التلاجة ربع ساعة. طبعا هي مش عجينة ان احنا نفضل نعجن فيها كتير، لا بصوا اهو انا عايزة اهو اخد اللي في الارضية كده دول عشان العجينة كلها تلم معايا. بصوا ولا بقى فيه دقيق ولا فيه حاجة خالص اهي، بصوا بالشكل ده كده، عجينة سهلة وبسيطة جدا. طب انا عجنتها بالشكل ده كده، فاضل لها ايه بقى؟ فاضل لها حبة الشوكليت شيبس اللي انا هحطهم دول علشان يبقى كوكيز على اصله. شفتوا بقى ان انا ما احتاجتش كمية الدقيق كلها، احتاجت يا دوب حاجات بسيطة منها على ما العجينة تلم معايا. ورحت حاطة عليها البيكنج باودر الأول، وحاطة عليها الكاكاو من دريم، وبعد كده رحت ملمة العجينة بإيديا. بصوا ما شاء الله عليها عاملة إزاي، ولو حطيناها شوية في التلاجة الزبدة اللي فيها هتبدأ تشد معانا وتلاقوها زي الفل أهي. العجينة أهي بالشكل ده كده. طيب دلوقتي أهو خلاص خلصنا، نجيب كده وابدا اخد من العجينه بتاعتنا. انا عشان مش يعني ما عنديش وقت ان انا احطها في التلاجه، هروح عامله كده. بصوا خلوا بالكم ان هي بتفرش، انا عايزه كوره صغيره اهي كده، وراح عامله كده بالشكل كده ده، او هعمل كوره واحطها على الصاج على ورق زبده واروح مبططاه. العجينه عامله ازاي؟ العجينه ما شاء الله عليها في منتهى الجمال بالشكل ده كده. طبعا احنا قبل الهوا عاملين منها نسخه ومسوينها، ودي كمان هحطها في الفرن على درجة حرارة 180 علشان تشوفوا لما تستوي هتكون عاملة ازاي. طيب التزيين بتاعها بقى هزين بايه؟ عندي شوكولاتة بيضة، عندي شوكولاتة بني دارك، الاتنين يكونوا مذابين، وهبدأ ان انا ازين بيهم تزيين بسيط جدا. هتلاحظوا ان انا حاطة الكوكيز في بينه مسافات، لان انا قلت لكم ان هو ممكن هيفرش شوية، فعلشان ما يبقاش ان هو سايح على بعضه بنسيب منه مسافات كده، ونبدأ ان احنا نسويه ان شاء الله ونشوفه لما يطلع هيكون عامل ازاي كده اهو. درجة الحرارة 180، عجينة حلوة جدا، عندك وقت ممكن ان انت تحطيها في التلاجة ربع ساعة او تلت ساعة علشان تبدأ ان هي تشد معانا شوية في الزبدة بتاعتنا ده كده خلاص اهو. طيب ما عنديش ورق زبدة يا نونة، انا بدي الاختيارين عشان اللي عنده يشتغل ما يقفش على حاجة. ما عنديش ورق زبدة يا نونة، ادي عندي صاج اهو، هو اصلا فيه زبدة مش هيحتاج ان احنا ندهن حتى الصاج، وهتشوفوا لما يطلع معانا. اهم حاجة لما يطلع من الفرن ما تشيلوهوش على طول، سيبوه يبرد شوية وبعد كده شيلوه عادي جدا اهو. حاضر كده، انا شلت اللي انا بحركه، مش ادام ما حركتوش مش هيدي مش هيزمر. بصوا كده تخلص العجينه كلها، الفرن مشغلينه على درجه حراره 180، عجينه ما شاء الله عليها في منتهى الجمال. عايزه تكبري العجينه شويه ويبقى كبير كده ماشي، بس بصراحه لما بيكون الحجم ده بيبقى حلو قوي، علشان حتى تبقى الحبايه كده ايه ممسوكه كويس في ايدك او ايد ولادك، تبقى في منتهى الجمال بالشكل ده كده. اسهل من كده مفيش.
عجينة ما شاء الله عليها لون وشكل، وهيطلع كمان طعم في منتهى الجمال بالشكل ده كده. تخلص العجينة بتاعتنا، وتعالوا نشوف الأول اللي احنا كنا عاملينه ومسوينه. بسم الله الرحمن الرحيم، ده اللي احنا عملناه وسويناه وسبته يهدى خالص علشان ابدا ان انا ازينه بالراحه، علشان وهو سخن مش هقدر ان انا ازين الكوكيز بتاعنا كده. الفرن شغال على 180 قبل ما ابدا اي حاجه خالص. هنحط بقى الكوكيز بتاعنا دلوقتي في الفرن ونزين على طول الكوكيز التاني بسرعه بسرعه بسرعه. متهيألي اسهل من كده مفيش. عملنا صنف حلو ما كملش معايا كمان 10 دقايق. انت عندك كمان في البيت كوني حاجتك قدامك كده، هتلاقيها بتشتغلي معاها بيها اسهل ما يمكن. بس خلاص كده دي كبرناها شويه، هي الحته اللي فاضله من العجينه كبرناها شويه. نعمل كده بس كده. تعالوا بقى نحطه في الفرن على 180 ونشوف هنزين الكوكيز اللي احنا كنا عاملينه ازاي. دي شوكولاته بيضه وشوكولاته بني وزيبه بالشكل ده كده. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي الكوكيز بتاعنا، بصوا كده ادي الكوكيز بتاعنا اهو لما يستوي، وكمان عندنا اللي في الفرن لما يستوي هطلعه لكم اوري لكم شكله عامل ازاي. طيب عندي اختيارين، يا اما بقدمه ساده كده عادي جدا، يا اما بقدمه بالشوكولاته. ازاي بقدمه بالشوكولاته سواء البيضه او البني هقول لكم حالا دلوقتي. هجيب ورقه زبده حلوه صغيره كده، بنمسك كده الكوكيز بتاعنا بعد ما يبرد خالص، واروح عامله كده نص بس كده هو اللي في الشوكولاته. واسيبه على ورق زبده الناحيه الثانيه، واللي هو اللي انا عملته بالابيض هعمل له خطوط بالبني، واللي عملته بالبني هعمله خطوط بالابيض على حسب ما انت عايزه وعلى حسب ذوقك واللي موجود عندك. طب انا مثلا دلوقتي ما عنديش ينونه غير هم حبه شوكولاته اللي هغطس فيهم الكوكيز دوت، وما عنديش ان انا اعمل عليه كورني. عندك حبه سوداني كسريهم وحطيهم على الوش كده، عندك حبه جوز هند وبتحبيه انت وولادك حطيهم على وش الشوكولاته البني، هيديكي شكل في منتهى الجمال. التشكيل ده بيرجع لك انت وبالحاجات اللي موجوده والمتاحه عندك. تعالوا بقى نطلع فاصل اكون زينت باقي الكوكيز بتاعنا كده ونرصه، ولما نرجع من الفاصل خلوا بالكم ان في الفرن ما بياخدش وقت خالص، يعني من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير كده. نعمل ايه؟ حطيت الكوكيز اللي احنا كنا عاملينه وسبناه يبرد، حطيته في طبق تقديم ورحت حط عليه الشوكولاته السايله البيضه والبني علشان يدينا تطعيمه كمان حلوه قوي. تمام، وبيتقدم بقى كده مع كوبايه شاي حلوه صغننه كده اهو في منتهى الجمال، استكانه صغننه، وبيبقى صحتين وعافيه على قلبك يا رب. تعالوا بقى قبل ما نبدا في الوصفه الثانيه نبص على الكوكيز بتاعنا اللي احنا اصلا حطيناه في الفرن، قلت لكم ما بياخدش 10 دقائق ربع ساعه بالكتير كده، ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي. هطلعه لك حالا تشوفه شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده. طب انا اعرف منين ان الكوكيز بتاعنا استوى؟ بصوا باجي امسك كده بقى ماسك نفسه، بصوا ماسك نفسه، العجينة مش طرية من تحت كده ما شاء الله، الله أكبر عليه. تعالوا بقى نطلعه كده يهدى خالص في الساعة بتاعت البلاتو. بصوا التاني ما شاء الله عليه برضو حلو قوي ما شاء الله، الله أكبر بالشكل ده. نسيبه يرتاح خالص ويهدى خالص، وبعد كده نبدأ ان احنا نحرك.